بنرحب بحضراتكم معانا مرة تانية. زي ما تابعنا من شوية تقرير شامل لكل الفعاليات واللقاءات والتواصل مع الشباب ومع الجهاز الإداري للدولة، وبكل تأكيد مع المواطن المصري من خلال تواجد الرئيس النهاردة في الأكاديمية العسكرية. الحقيقة لقاء معتاد، لأن دايما الرئيس بيكون حريص إن هو يشوف الطلبة وأحوالهم ويتأكد طبعا من مسألة زي ما قال الرئيس النهاردة التأهيل والتدريب والتطوير إنه يتم على أعلى مستوى. وكانت فرصة كمان أنه يتم الحديث عن مختلف الأمور ومختلف الملفات اللي بتهم المواطن المصري، بداية بكل تأكيد الأزمة الاقتصادية وكلام الرئيس عنها، وأنه طبعا وضح وشرح طبيعة الأزمات اللي مرت علينا قبل كده، وأنه بالجهد والمثابرة قدرنا أن احنا نتعامل معها ونتخطاها، والأسباب طبعا اللي دعت لهذه الأزمة سواء كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع الاقتصادية العالمية تأثر الدولة المصرية بيها. لكن كان مهم ان الرئيس يوضح لنا ايه اللي بيحصل وازاي الحكومة بتتخذ عدد من الاجراءات علشان تخفف من حدة اثار هذه الازمة على المواطن المصري، وشرح لنا بالتفصيل طبعا الرئيس النهاردة مسألة السلع الغذائية الاساسية، وطمنا ان في مخزون استراتيجي ما يقلش عن 5 لـ 6 شهور، وانه طبعا احتياجاتنا سواء بنتكلم على القمح، الذرة، الزيت، كل دي حاجات يعني انه مهما ننتج منها، لأن الرئيس النهاردة اتكلم على 3 مليون فدان يعني هيدخلوا كمان في الإنتاج الزراعي وفي السوق بطبيعة الحال، لكن على الرغم من ده برضو احتياجاتنا معظمها بنستوردها من الخارج، فبنستوردها بالعملة الصعبة، وطبعا مع الأزمة العالمية ده اللي أدى في ارتفاع الأسعار. اتكلم الرئيس طبعا عن على الرغم من التحديات دي إلا أن العمل متواصل ومستمر على كل شبر من أراضي الدولة، وإنه على الرغم من هذه الأزمة إلا أن احنا شغالين أن احنا نتعامل مع أثرها ويعني نتخطاها بإذن الله تعالى، وأن الحكومة شغالة على خطة زي ما أقول لحضراتكم لتخفيف أثار هذه الأزمة على المواطن. ده فيما يتعلق بالملف الداخلي والأزمة الاقتصادية، لكن مصر ووضعها في المنطقة، وضعها مع الأزمات المحيطة بينا، وده برضو بشكل أو بآخر بيأثر على تداعيات هذه الأزمات وعلى الوضع الداخلي. إن مصر في السياسة الخارجية هي بتتسم بالتوازن والاعتدال، وإن مصر دايما بتكون عامل استقرار في التعامل مع المنطقة ومع أزمات المنطقة، وإنها لا تتدخل في شؤون الآخرين. وضرب الرئيس مثل طبعا بالأزمة السودانية والأزمة الليبية، وفي الأزمة السودانية طبعا اتكلم على مؤتمر دول الجوار. وقبل ما أسيب برضو الملف ده، لأن آخر حاجة في كلام الرئيس مع سواء مع الطلبة أو حتى الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وطبعا دي إضافة ونقطة في منتهى الأهمية، وسمعنا كلام الناس وهم بيتكلموا على طبيعة الدورات اللي خدوها وإن لها علاقة ب المخرج بعد كده، هم هيأدوا ازاي في اعمالهم، المدرس في مكانه وازاي هيتعامل مع الطلبه، كل موظف في موقعه، واقتراحات طبعا في غايه الاهميه. بس ارجع في ملف السياسه الخارجيه، لان ده برضو كان محور عدد من الاسئله النهارده وتعليق الرئيس عليها، ومواضيع ملحه، ويعني بنشوف خبراء سواء سياسيين او اقتصاديين بيناقشوا الملفات دي كلها. لما بنتكلم على مثلا تجمع البريكس وازاي مصر يعني هتقدر انها تحافظ على علاقتها مع الشرق والغرب بالتوازن المطلوب، ويمكن ملف ده احنا كتير بنتكلم عنه في الحياة اليوم، انه على الرغم من خريطة التحالفات اللي بقت مختلفة دلوقتي الا ان الدولة المصرية قادرة انها زي ما بتقولوا كده تمسك العصاية من النص، علاقات طيبة مع الشرق وعلاقات طيبة مع الغرب، لكن المصلحة الاقتصادية بكل تأكيد هي اللي ليها الاولوية. فعشان كده الرئيس اتكلم على هذه الجزئية، والتعامل كمان مع منتدى شرق المتوسط ومسألة تصدير الغاز والمستقبل للهيدروجين الأخضر. الحقيقة لما بتربط دايما السياسة بالاقتصاد بيكون انعكاس ليها بشكل مباشر.